أصيب الطفل علي مصطفى سليمان بجروح في وجهه بعد أن هاجمه كلب مسعور في بيت ليف في قضاء بنت جبيل، وتحول يومه إلى كابوس سيترك ندوبا في جسده طوال العمر. ويؤكد عم الطفل أن الكلاب المسعورة في بيت ليف تسببت بالأذى للعديد من الأهالي، وأن الطفل علي يحتاج إلى متابعة صحية لتفادي إصابته بداء الكلب. امبارح كان خيي عنده مزرعة ورا البيت، ثلاث بقرات عم بيجولش عليهم، بيقوم بيهجم عليها كلب، بيهجم على البقرات يعني، بيصير فوضى عنده، بيعض البقرة، بيهرب منه الكلب وظل نازل لقدام الباب لعند ولاده، ولاده بيلعبوا قدام الباب، بيهجم على الولد وبيمد يعني على الشارع وبنيمه تحت منه، بيعضه هون، بيأذيله إذنه مليح وبيعضه في وجهه. كان قبل كمان كان بحريس بيقولوا عض اثنين ونزلونه هن بالمستشفى بيروت، بعرف بأي مستشفى، وطلع يعني تسجيل وبعثوا على الفيديو وصوروا الكلب، انه لازم يكون في اهتمام بهذا الموضوع، لانه هذا الكلب هلا من بلدنا بده يقمز على بلد ثانيه، ومن بلد ثانيه على بلد ثانيه، ويمكن يعض اكثر من ولد. ومع ازدياد اعداد الحيوانات البريه في شوارع لبنان، فان حصيله المصابين جراء مهاجمه الكلاب المسعوره منذ بدايه العام بلغت 14 اصابه، معظمهم من الاطفال.